مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاءنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. مبروك لجماهير النادي الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر التفوق في نتيجه المباراتين بالفوز في المباراه الاولى 2-0 والتعادل الايجابي بهدف لكل من الفريقين على المنافس سان داونز بطل جنوب افريقيا في دور الثمانيه والتاهل لقبل نهائي دوري الابطال الافريقي لكره القدم. طبعا جمهور الاهلي احنا عارفين الكل دايما طموحه وثقته في اللاعبين بلا حدود، وعندنا طموح فيه اكتر واكتر واكتر، ولكن بكل الحسابات الاحترافيه والحسابات الفنيه لكره القدم الجهاز الفني بقياده ريني فايلر قدر يحقق ما اراد من هذه المباراه ومن اجمالي لقائين فاز على ملعبه، كان له السبق في التهديف، تفوق في بعض فترات اللقاء، هدد مرمى المنافس، وباجماع الاراء اضعنا اهداف كثيره جدا وفرص كانت شبه محققه في الثلث ساعه الاخيره من عمر المباراه او اخر 20 دقيقه، وكان الجمهور حتى طموح جمهور الاهلي في تحقيق فوز على المنافس على ملعبه وسط جماهيره وهو ما كنا قاب قوسين او ادنى من تحقيقه، يعني ما كناش موفقين أو كنا محتاجين بس التركيز أكتر، لكن اللاعبين حققوا كل المطلوب أو نفذوا والتزموا بكل المطلوب منهم، التاكتكس الجانب الفني والخطط المحدد، طريقة إدارة الجهاز الفني بقيادة فايلر لهذا اللقاء بأفضل شكل ممكن، السبق في التهديف وإن إحنا كان لينا السبق وكنا أول من أحرز أهداف في هذا اللقاء قبل ما يدرك سان داونز التعادل، وأضعنا فرص كثيرة جدا وهددنا مرمى المنافس في أكثر من فترة من فترات اللقاء، أعتقد بإجماع الآراء إن إحنا حققنا ما أردناه من إجمالي المباراتين ومن المنافسة في دور الثمانية أو ربع النهائي، وإن شاء الله القادم أفضل بالمواجهتين مع بطل المغرب فريق الوداد، إن شاء الله يكون لفريقنا ونجومنا في النادي الأهلي الغلبة على فريق أو بطل المغرب والصعود من جديد لنهائي البطولة الأفريقية بل وإحراز اللقب إن شاء الله، مع استمرار الجانب الخططي والتركيز على تدوير اللاعبين والاعتماد على أفضل عناصر ممكنة وعلى الاستفادة بكل القوى الضاربة للنادي الأهلي اللي بيتكلم أفراد الجهاز المعاون إنهم ميزة وسلاح قوي جدا في يد الجهاز الفني للنادي الأهلي وبيساعدهم على سياسة التدوير، وإنه مفيش لاعب النهارده في الاهلي يعد لاعب اساسي ولاعب بديل، الكل نجوم، الكل لهم ادوار في كل المباريات والمنافسات المحليه والدوليه. فايلر بيعقد محاضره مطوله مع اللاعبين قبل انطلاق المران قبل مغادره بريتوريا ذهابا الى او في اتجاه جوهانسبرغ، ومنها ان شاء الله مساء اليوم العوده الى القاهره لتصل الرحله ان شاء الله في السادسه الا ربع صباح غد باذن الله. بعثه النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان في تدريب هناك قبل اختتام رحلتهم في مكان قريب من فندق الاقامه او ملعب قريب من فندق الاقامه، وقبل هذا التدريب وتدريب خفيف طبعا واستشفائي لان اللاعبين مجهدين من ضغط المباريات في الدوري وفي البطوله الافريقيه. طبعا هنتكلم عن هذا الجانب، ان في جانب خططي وفني بيتكلم عليه، جانب معنوي الحفاظ على تركيز الفريق، غلق مؤقتا الملف الافريقي والعوده الى الالتفات والتركيز على بطوله الدوري وحصد المزيد من النقاط، الاهلي له العلامه الكامله الحمد لله في كل لقاءاته حتى يومنا هذا في بطوله الدوري المصري. قدام حضراتكم لقطات من التدريب بنتابعها مع حضراتكم على شاشه تدريب اليوم في جنوب افريقيا، وهو طبعا اخر تدريب وبيختتم به الفريق رحلته قبل السفر او العوده الى القاهره فجر غد او صباح غد ان شاء الله. ريني فايلر ركز على الكثير من الجوانب الفنية والخططية والمعنوية، والكل راضي في الجهاز الفني مدير الكرة والمدير الفني والجهاز المعاون عن نتيجة وإجمالي ما حققناه في المباراتين أمام سان داونز، الفوز في مباراة والسبق بالتهديف والتعادل وفرض سيطرتنا على إيقاع المباراة في أغلب فترات اللقاء أمام سان داونز، حتى لو كان المنافس بالتأكيد فريق جيد وعنده عناصر فنية مميزة وكان عنده طموحه وحاول في البداية الضغط على الأهلي هجوميا، ولكن قدرنا نتعامل بشكل أكثر من رائع خططيا ودفاعيا وفي انتشار لاعبينا في الملعب، كمان التغييرات في طريقه اللعب اللي بيتكلم عنها ديفيد سيزا وهنستعرضها مع حضراتكم بعد قليل المدرب العام للفريق الاول في النادي الاهلي اللي بيقول ان احنا خدنا المباراتين بطرق مختلفه علشان نقدر نتعامل مع عناصر الارض والجماهير اللي كانت في صالح المنافس في اللقاء الثاني. وتحدث فايلر مع اللاعبين عن تحديات الفتره المقبله بعد الانتهاء امس من مواجهه سان داونز والتاهل للدور نصف النهائي بعد التعادل الايجابي بهدف لكل من الفريقين على استاد لوكاس موريبي. ونهاية المباراة بالتعادل الإيجابي وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي البطولة. وتغادر بعثة الأهلي مدينة بريتوريا مساء اليوم متوجهة إلى جوهانسبرغ للعودة إلى القاهرة.
ميران منفرد للشناوي ومعلول ما شاركوش في التدريب الجماعي للفريق اللي احنا شايفين جانب منه امام حضراتكم على الشاشه، وزي ما بنقول دايما بيبقى في فترات فيها نزول بالحمل التدريبي او محاوله تحقيق جانب او منح جانب استشفائي للاعبين، لان معظمهم طبعا مجهد من ضغط المباريات والبطولات على المستويين المحلي والافريقي. قدامنا علي معلول والشناوي في جانب من التدريب، وهم كانوا من النجوم الفريق اللي كانوا بيعانوا من الاجهاد، والشناوي وعلي معلول لاعبي الفريق الاول في النادي الاهلي كانوا بيخوضوا تدريبات منفرده اليوم على هامش ميران الفريق اللي اقيم في ملعب قريب من فندق الاقامه. قام الشناوي ومعلول بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبيه الاستشفائيه للتخلص من حاله الاجهاد اللي زي ما قلنا لحضراتكم بيبقى الجهاز الفني ومخطط الاحمال حريصين على تخفيفها او النزول بهذا الحمل او العبء البدني والتدريبي وتجهيز اللاعبين انهم يكونوا في افضل حالاتهم وجاهزيتهم في الفتره الجايه ان شاء الله. قدامنا طبعا جيرالدو اجاي وحديث مع بعض افراد الجهاز الفني عن حالتهم البدنية وجاهزيتهم للفترة الجاية وشكواهم. كان في شكوى عند أجايي من إجهاد عضلي بعد مباراة سان داونز والتواء في كاحل القدم أو في الأنكل لجيرالدو خلال مشاركته في مباراة سان داونز، علشان كده أيضا حصلوا على قسط من الراحة واكتفى الجهاز الفني بخضوعهم لجلسات العلاج الطبيعي. في مكافأة إجادة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بيتكلم عن أن الفريق حقق ما أراد وأنه يستحق صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية أو دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم على حساب سان داونز بطل جنوب أفريقيا. وبيؤكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي قدموا عرض جيد فنيا أمام سان داونز وعلى أرضه ووسط جماهيره وكانوا الأقرب للفوز لولا عدم التوفيق اللي حرم فريق الأهلي وحرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء التعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين. وأكد أن اللاعبين بيستحقوا بالفعل صرف مكافآت إجادة وأنهم أدوا المطلوب منهم وكل التكليفات التزموا بها اللي كانت محددة وطريقة اللعب اللي خاض بها الفريق هذه المباراة وكل توجيهات فايلر وجهازه المعاون فنيا وخططيا لهذه المباراة والطريقة اللي شاف أنها الأمثل لإضعاف قوة أو الاستفادة من أوجه القصور أو الضعف في أداء سان داونز وإيقاف خطورته على ملعبه وسط جماهيره، وهو ما تحقق بالفعل بالتزام خططي كامل من اللاعبين فضلا عن التغييرات والاعتماد على عناصر بيقال عنها انها لاعبين اللاعب اللي بنقول عنه اللاعب جوكر بيقدر يلعب في اكتر من مركز، وانه كان في عدد من التغييرات داخل الملعب بنفس مجموعه اللاعبين انهم بيأدوا ادوار مختلفه في فترات مختلفه من المباراه زي ما شفنا بعد الدفع بايمن اشرف كظهير ايسر او باك ليفت وتقدم بعلي معلول ليكون هو من المهاجمين من الناحيه الشمال او من الجانب الايسر في الملعب للاستفاده بقدرته وقدراته الهجوميه. التدوير وتغيير اللاعبين نفسه أو مراكزهم وتبادل الأدوار بينهم حسب توجيهات الجهاز الفني في بعض فترات المباريات اللي بتحتاج هذا النوع من التاكتكس أو الجوانب الخططية بيكون أمر مهم جدا. دايما بيتكلم فايلر وجهازه المعاون أنه ميزة لاعبي الأهلي أنه عندهم قدرات فنية عالية وأن الأهلي عنده لاعبين على أعلى مستوى، وبيضيف ده كمان ديفيد سيزا المدرب العام اللي بيقول أن نوعية اللاعبين وقدرات الجيل الحالي في النادي الأهلي بتساعدنا على تحقيق هذا الهدف وتدوير اللاعبين، وأن ما عندناش النهارده في حساباتنا كجهاز فني لاعب بنقول عليه أساسي وآخر بديل، الكل محتاجين لجهوده والكل هيكون له دور مهم جدا في المرحلة المقبلة. عناوين كثيرة جدا ركز عليها ديفيد سيزا في تصريحاته بعد المباراة. قال خدنا مباراة سان داونز بفكر مختلف وسياسة التدوير أهم أسلحة فريق الأهلي. الأهلي يسير بخطوات منتظمة في دوري الأبطال لتحقيق طموحات الجماهير، لا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل، ومنحنا فرصة المشاركة لمعظم اللاعبين، كثرة اللاعبين الجاهزين تساعد الجهاز الفني على تطبيق فلسفة تدريبية خاصة والاعتماد على أسلوب تدوير اللاعبين. بيقول كمان درسنا الأهلي والكرة المصرية والأفريقية جيدا قبل تولي المسؤولية. وبيضيف ديفيد سيزا المدرب العام في النادي الأهلي قال إن الجهاز الفني حقق الهدف من مواجهة سان داونز اللي أقيمت مساء السبت في استاد أو عصر يوم السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا. وأضاف تعاملنا مع مباراتي الذهاب والعودة أمام سان داونز على أنها مباراة واحدة من 180 دقيقة، حققنا الفوز في الشوط الأول على استاد القاهرة بهدفين نظيفين، وخدنا مباراة العودة بطريقة وفكر مختلف من خلال الدفع بثلاث لاعبين في وسط الملعب أو بثلاث لاعبين تحديدا في مركز الوسط المدافع أو الهاف ديفندر.
لإحكام قبضة الفريق على مجريات المباراة والتحكم في إيقاع المباراة وإفساد جميع هجمات فريق سان داونز أو قدرته على الاستحواذ وصناعة الهجمات في وسط الملعب. وهو حسب تصريحات المدرب العام في النادي الأهلي بيقول إن سان داونز فريق من الفرق الكبيرة في أفريقيا والتي تؤدي بطريقة مختلفة وجيدة فنيا ودائما ما يحقق نتائج إيجابية على أرضه ووسط جماهيره، ولكن في النهاية الأهلي حقق الفوز في هذا اللقاء أو هدفه من هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي والفوز في المباراة الأولى في القاهرة وتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال. وبيضيف أيضا المدرب العام في النادي الأهلي أن جماهير الأهلي ترغب في الفوز بلقب أفريقيا وهو طموح ورغبة مشتركة مع الجهاز واللاعبين، ولكن أيضا هناك أندية منافسة ترغب في تحقيق نفس الهدف والتتويج بلقب البطولة، وهو حلم وطموح مشروع للجميع من خلال المنافسة في مباريات البطولة، وإن الأهلي بيسير بخطوات ثابتة وبيسير خطوة بخطوة في البطولة الأفريقية ويركز على كل مرحلة حتى يتخطاها أو ينتهي منها. وبعد تخطي سان داونز أمس والتأهل إلى نصف النهائي أغلقنا الملف الأفريقي للتركيز على المنافسات المحلية ومباريات الدوري المصري المقبلة، وبعد هذه المرحلة هنعود للتفكير في مباراتي والترتيب والإعداد فنيا وخططيا لمباراتي نصف النهائي أمام الوداد المغربي. وأوضح أيضا المدرب العام في النادي الأهلي أن الجهاز الفني لديه فلسفة خاصة يحاول تطبيقها للتعامل مع ضغط المباريات من خلال سياسة الروتيشن أو تدوير اللاعبين، وهي فلسفة سبق أن طبقها ريني فايلر في تجربته السابقة مع أندرلخت البلجيكي وحققت نجاح بنسبة كبيرة. ويؤكد أيضا أن النادي الأهلي يضم لاعبين على أعلى مستوى وهو ما يخدم إمكانية تحقيق هذا الهدف أو هذه الفلسفة في طريقة خوض المباريات أو طريقة اللعب وإدارة الجهاز الفني لأسلوب الفريق في التعامل مع المباريات المختلفة، ويساعد على نجاح الجهاز في التغلب على ضغط المباريات والتخلص من إرهاق اللاعبين. كمان هنا بيشير سيزا الى انه ده بيدي فرصه ان انا يعني لاعب يحصل على قسط من الراحه ويتم الدفع بلاعب اخر، وان انا ما اعتمدش طول الوقت على 11 لاعب فقط او 12 او 13 لاعب فقط، لان كثره المباريات وتوالي المباريات والفرق الزمني القصير جدا بين هذه المباريات بيصعب هذه المهمه وبيحتاج اكبر عدد من اللاعبين للاعتماد عليهم. وعن ضيق الوقت بين المباريات كمان او بعد مباراة سان داونز بيقول انه قريب جدا الوقت المتبقي او قصير جدا الوقت المتبقي قبل مواجهات الدوري اللي هنبداها على الفور بعد العودة الى القاهرة. بيقول المدرب العام للنادي الاهلي انه خلال 48 ساعة لابد ان نتعامل مع هذا الفارق الزمني القصير او المحدود جدا باننا نجهز اللاعبين بافضل شكل ممكن لاستئناف مشوارهم في الدوري الممتاز ولعودتهم لحالتهم البدنية الجيدة، وانهم يحصلوا على اكبر قدر ممكن من الاستشفاء بشكل احترافي وعلمي عشان يكونوا جاهزين للمباريات الجاية. بيقول كمان ان في اكتر من طريقة للتعامل مع ضغط المباريات او كثرة المباريات، منها زي ما قلنا سياسة التدوير والاعتماد على عدد كبير من النجوم لانه بيبقى فيه لاعب ممكن يحصل على راحة، والدفع بلاعب اخر او نجم اخر في نفس المركز طالما في منافسة بين عناصر قريبة جدا او متقاربة في المستوى وكلها يمكن ان تؤدي بالشكل اللي بيتمناه جمهور الاهلي ويحقق الاهداف الفنية اللي بيريدها الجهاز الفني. كمان بيقول في عوامل اخرى خارج الاطار الفني والخططي تساعد الفريق على التخلص من الإرهاق والإجهاد العضلي مثل الاستشفاء والتغذية السليمة والكثير من الأمور الأخرى التي يتم الحفاظ عليها أو اتباعها. وتحدث أيضا المدرب العام في النادي الأهلي أنه لا يوجد لاعب أساسي ولاعب بديل، خاصة أنه نادي كبير ويستهدف دائما الفوز بجميع الألقاب ويحتاج إلى جهود كل النجوم وكل اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، وأن الجهاز الفني منح الفرصة لمعظم هؤلاء اللاعبين خلال الفترة السابقة، كما تم توظيف لاعبين آخرين في غير مراكزهم كما حدث أمس على سبيل المثال أمام سان داونز، واتباع الكرة الحديثة من خلال وجود لاعبين لديهم القدرة على المشاركة في أكثر من مركز وتغيير مراكزهم والمناورة بهم فنيا خلال المباراة الواحدة. وشدد ديفيد سيزا أيضا على أن الجهاز الفني يمر بفترة تأقلم أو مر بالفعل في البداية بفترة تأقلم مع بداية تولي المسؤولية للتعامل مع الأجواء والمنافسات في الكرة الأفريقية، وقال أننا قبل ما نصل إلى مصر ونتولى المهمة رسميا قمنا بدراسة الأهلي والكرة الأفريقية وشاهدنا العديد من مباريات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، وتمنى أن يستمر نجاح الفريق محليا وأفريقيا خلال الفترة القادمة. وأشار المدرب السويسري إلى أن الجهاز الفني جاء إلى الأهلي من أجل العمل والنجاح، وأنهم لمسوا من أول يوم حجم الشعبية والجماهيرية الكبيرة للنادي الأهلي محليا وأفريقيا، وقال دائما ما يقابلنا جمهور الأهلي بحالة من الترحاب والود في كل مكان.
واختتم حديثه ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وجه رسالته إلى الجماهير الأهلوية وقال: رسالتي أننا نحاول العمل بجدية من أجل تحقيق النتائج والفوز بالبطولات، وأنه يتمنى أن يحالف الفريق التوفيق من أجل تحقيق كل ما يتمناه جمهور الأهلي في الفترة القادمة مهما كانت الأعباء ومهما كان ضغط المباريات، أنه عايزين الجهاز الفني حريص على تحقيق رغبات الجماهير إن شاء الله، وأنه بيدرك تماما رغبة الجمهور في المنافسة والفوز بكل البطولات والألقاب اللي بيشارك فيها وبيأخذها فريقنا ونجومنا في النادي الأهلي. بعثت الأهلي تبدأ رحلة العودة للقاهرة مساء اليوم. بعثت الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تبدأ رحلة العودة للقاهرة مساء اليوم بعد خوض مباراة سان داونز في دوري رابطة الأبطال أو في دور الثمانية. ومن المقرر أن تغادر البعثة مقر إقامتها بمدينة بريتوريا في 6:30 من مساء اليوم وتتجه إلى جوهانسبرغ، وتستقل الطائرة الساعة 10:15 مساء في طريق العودة للقاهرة، وإن شاء الله تصل في 6:45 صباح غد الاثنين. طبعا في حاجات كتير جدا هنتكلم عنها النهاردة فنيا، هنشوف ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ورد فعل الجهاز الفني الإيجابي جدا زي ما حضراتكم تابعتوا معنا في الأخبار، وأيضا القراءة الفنية والمتابعة من عدد من النقاد والمحللين الوسط الرياضي المصري وردود الأفعال بعد أداء الأهلي في هذه المباراة، وأنه كان له السبق في التهديف والتعادل الإيجابي والتأهل إلى نصف النهائي. دي موضوعات هنناقشها، وطموح الجمهور وما نحتاج إليه في المباريات الجاية على المستويين محليا وأفريقيا، والمحطة المهمة جدا في دوري الأبطال إن شاء الله بعد ما يقرب من شهرين أمام الوداد المغربي في مباراتي الدور نصف النهائي أو السيمي فاينل، وإن شاء الله تكون الغلبة فيها لنجومنا في النادي الأهلي ونحسم إجمالي اللقاءين. وربما نتمنى الجمهور عنده ثقة إن إحنا قادرين على أداء عرض مماثل أو مشابه لما قدمناه أمام سان داونز أو أفضل، ربما إن شاء الله يكون لدينا رؤية أو جانب فني اللاعبين يقدروا يلتزموا بيه ويحققوا من خلاله الفوز على ملعب المنافس. بس خلينا نقول إن في البداية عندنا ملف الدوري اللي بنرجع له مرة تانية وبنركز عليه في الأيام القادمة. هتكون في تساؤلات كثيرة جدا مطروحة بعد قليل وبعد الفاصل مع ناقدنا الرياضي البارز الأستاذ محمود صبري، لكن هختتم مع حضراتكم أخبار الحلقة أو بداية الحلقة بفقرة الأخبار من خلال ما أعلن عنه من لاعبين سيتم ضمهم أو دعوتهم وتكليفهم بالانضمام للمنتخب في الفترة القادمة. 4 من محترفينا خارج مصر طلب منهم أو سيطلب منهم رسميا في موعد الاستدعاء الرسمي للمشاركة والانضمام للمنتخب والمشاركة في لقائي توجو. هيكون اللقائين يومي 26 و29 من مارس الجاري في منافسات الجتين 3 و4 من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله في الكاميرون عام 2021. القائمة الخاصة بالمحترفين اللي هيتم استدعائهم رسميا لهذا اللقاء أو للمشاركة في اللقائين أمام توجو هم أحمد حجازي من وست بروميتش، ومحمد صلاح نجم ليفربول، أحمد حسن كوكا أولمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن تريزيجي من أستون فيلا نجمنا الكبير محمد صلاح، وطبعا 2 من نجومنا الكبار أيضا في الدوري الإنجليزي أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجي، ولاعب وحيد من الدوري اليوناني هو أحمد حسن كوكا. وبيرسل الكابتن محمد بركات في التوقيت المحدد لهذا الاستدعاء. الكابتن بركات حاليا هو مدير الكرة في منتخبنا الأول لكرة القدم الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا على أن ينضم المحترفون للمعسكر يوم 23 أو قبل اللقاء ب3 أيام فقط من مباراة توجو الأولى الرسمية بعد انتهاء ارتباط الأندية الخارجية. بكده بنصل مع حضراتكم لنهاية فقرتنا الأولى أو نهاية متابعتنا لأهم أخبار النادي الأهلي وأخبارنا الكروية أو الرياضية بشكل عام. فاصل ونعود ونلتقي بعد قليل مع الناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معكم من خلال الأهلي ليلة، وفي بداية هذا الحوار نرحب بضيفنا الناقد الرياضي البارز ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام الأستاذ محمود صبري. مساء الخير يا أستاذ محمود ومبروك. متخيلك وحضرتك بتشوف الماتش كده الأعصاب كان شكلها إيه؟ يعني الحمد لله إنه النادي الأهلي يعني وفى، لكن في البداية عاوز أقول إنه هطمن جمهور الأهلي على الكابتن عماد متعب، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني يمكن ساعته يبقى في طريقه للبيت، ويمكن في اتصال تم مع الدكتور علاء الجوين اللي هو المدير التنفيذي للمستشفيات اللي هو موجود فيها وطمنا، وكمان في اهتمام من الدكتور حازم زعزوق هو اصلا سعودي وبرضه بيتابع حاله الكابتن، وان شاء الله يعني حاجه بسيطه يمكن ارهاق وجهاد
نتيجتها ان شاء الله يعني تعدي بخير والف سلامه عليه. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك وبطمن جماهيرنا ان احنا فريق العمل وزملائنا وكل طبعا المهتمين والمحبين لنجمنا الكابتن عماد متعب نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، وطبعا له مكانته الكبيره عند جمهور النادي الاهلي. اطمئن عليه او على حالته الصحيه العديد من زملائنا من فريق الاعداد وفريق التحرير وزملائنا الصحفيين ونقاد رياضيين، والكل بيطمن حضراتكم جماهيرنا في كل مكان ان شاء الله تكون وعكه صحيه بسيطه ولا تؤثر عليه، وان شاء الله يكون في طريقه زي ما قال ناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمود صبري في طريقه الى منزله قريبا، وانه تمر الازمه ان شاء الله على خير وينعم عليه ربنا سبحانه وتعالى بالشفاء التام. والف سلامه عليك كابتن عماد، تاكيد مكانتك طبعا لا تحتاج الى حديث منا عند كل جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه والرياضه المصريه بشكل عام. الف سلامه عليك النجم عماد متعب. استاذ محمود صبري خلينا نتكلم عن الماتش، نتكلم عن الماتشين زي ما تحب، عايز تبدا بالحديث او العوده ايام قليله للمباراه الاولى الاسبوع اللي فات في استاد القاهره، ولا عايز تبدا من مباراه ملعب لوكاس موريبي؟ ما هو اللي حصل في استاد القاهره هو كان مقدمات للي حصل في ماتش جنوب افريقيا. جنوب افريقيا برضه فوز بنتيجه 2-0 كان يعني اديتك نوع من الاطمئنان، قلت لك انه الوضع مختلف عن اللي حصل في الموسم الماضي، عندك فرقه واقفه على رجليها يعني بتعمل حاجه في الملعب، في شغل بيتم في الملعب، يعني في فرق ملموس، في لعيبه جديده وجهاز فني جديد، في حاجه في شغل اللي هو الاهلي بيحتاجه، ان يبقى عندك مدرب بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيره. بصفتك كبير تحتاج الى من يدعمك في وقت من الاوقات، بتمر بمراحل اي فرقه كبيره في العالم بتمر بمراحل، يعني لو جينا هنتكلم على انديه كبيره جدا هتيجي تقف في فترات بتوصل في القمه وبعدين يحصل لها حاله هبوط، ده امر طبيعي جدا، هي دي سنه الحياه. لكن الهدف المبكر اللي في الدقيقه 21 من كره علي معلول لعب دور كبير جدا، خلي بالك كان حاله بمثابه دفعه معنويه للاهلي ونالت كثيرا من حماس فريق سان داونز. فريق سان داونز حتى لو سان داونز يعني نجح ياخد التعادل بعد ست دقائق او اربع دقائق او خمس دقائق، بس صعبنا عليه المهمه جدا. بس لكن انت صعبت عليه المهمه، يعني بقت المساله مطالب بيسجل ثلاث اهداف. ثلاث اهداف غير هدف التعادل. غير لا طبعا ثلاث اهداف غير الهدف اللي جه، يعني محتاج المساله. فكل ده اداك انت ايه؟ خلاك واقف على رجليك. وربنا سبحانه وتعالى اداك اللقطه اللي في الدقيقه الاخيره مش هناك ممكن تخلص المباراه نهائيا. لكن برضه يعني اديها لك وانت يعني التوفيق وعدم التوفيق هنا برضه، يعني انفراد 2-1 كان ممكن السوليه يسددها، ولكن هو شايف انه ايه بادجي افضل منه، بادجي يعني خانته الكوره، يعني مش خانته الكوره، خانته تفكيره، يعني ما فكرش فكر على كورتين، ما فكرش في كوره واحده، فكر في كوره واحده كان يعني كان ممكن يشوطها، وكان ممكن يشوطها وتتصد، وكان ممكن تنجي في القائم، وكان ممكن يشوطها تطلع بره. يعني لسه الجمهور في حاله فضول عن اداء بادجي لغايه دلوقتي، لسه ما قدمش نفسه للجمهور، ولسه الجمهور مستني منه كتير يا استاذ محمود، يعني طبعا. لسه لغايه دلوقتي ما انسجمش بقوته الكامله لسه مع الفريق. هو طبعا لما انا اجيب لعيب محترف عشان اتكلم على الاحتراف حته ان انا استناه عشان ينسجم، ما خلاص ينسجم، انت خلاص انت مدفوع فيك اللي يؤكد انك انت جاهز. وحضرتك قلت ده الاسبوع اللي فات، انا جايب نجوم جاهزين نجوم عشان مش هستنى مش هستنى ان انا اقعد اجربك، يعني المفروض ايه؟ مش عاوزين نقارنه بفلافيو، نقول فلافيو جه وقعد سنه والكوره، يعني في فرق الوقت دلوقتي مش وقت فلافيو، فلافيو كان حاجه ثانيه، عندك زي ما بقول لك براح، دلوقتي انا جايبك عندي هدف عاوزك تشيل، يعني تشيل معايا لسه، لان ما اقدرش مش عاوز اقول مساله محكومش عليه، هو اول مره ياخد مباراه كامله، اول مره ياخد مباراه كامله، لكن محتاج شغل، هو محتاج شغل من نفسه وانه يعرف انه بيلعب في الاهلي مش بيلعب. يمكن بدا الجمهور يتكلم عنه بشكل ايجابي ويبقى شايف انه يعني هيقدم عاوز للنادي الاهلي مع الكره اللي قدر يحتك بيها مدافعين وياخد منها ضربه جزاء في المباراه اللي قبلها. زي ما الجمهور يا جماعه يعني زي ما بندي دفعه البادج ده ندي دفعه لمروان محسن، يعني ده ابننا برضو، يعني يستحق ان هو برضو ياخد دعم، يعني اي لعيب بيجي انت كانسان طبيعي بتيجي في فترات حتى في شغلك ممكن بتوصل لقمه في الاداء في العمل، واحيانا يعني مساله تتراجع عندك ارهاق واجهاد وامور ثانيه ومشاكل اسريه، يعني كل واحد مثلا لما يقعد يمسك ورقه وقلم او يقعد يفكر يشوف القياسات المختلفه ويشوف الظروف والمعطيات والكلام ده. فبرضه مروان
ممكن سبحان الله ممكن هو اللي خلص البطوله، ما تعرفش ممكن يجي في لحظه. طب هو انا عندي بس فضول اعرف النقطه دي، ليه حضرتك قلت محتاجين نادي دفع لمروان محسن رغم انه بيعتمد عليه وكان موجود في الملعب في المباراه الاولى؟ يعني بدا المباراه الاولى مع صن داونز. انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على السوشيال ميديا بالذات في توجه يعني مش حابه. يعني ايه؟ يعني هنتكلم على حسين الشحات ومستواه، لانه برضو ناس بدات تتكلم على حسين الشحات وفعلا في حاجه ملفته للنظر، للتراجع والفرص اللي بتضيع والاصرار. يعني برضو ده كلام يعني لابد يكون في ايه، في اسباب اللي ادت الى كده، وانه اكيد المدير الفني باخد باله، واكيد انت شوف تصرف ورد فعل فايلر في كره السوليه وليو بدجي في فخش ده، شوف عامل ايه. يعني انت ممكن تضيع مجهود فرقه، يعني ممكن تضيع مجهود فرقه والعكس صحيح، تخلص المباراه خلاص، خلص المباراه نهائيا، يعني خلص المباراه. فاللي عاوز اقول لك انه ايه، تاهل بالدرجه الاولى، تاهل من وجهه نظري انا تأول معنوي بدرجة الأولى، استرداد ثقتك بنفسك، وإنك أنت كنت قريب قوي إنك أنت ممكن ترجع بنتيجة 2-3-1 لصالحك. لكن هي دي الكورة، بتديك وبتسحب منك وبتديك وبتعلم عليك وبتقول لك خلي بالك، أهو بديك الفرصة وأنت ما بتخلصش، بتلوم نفسك. فاللي أنا عايز أقوله خلاص بعد كده ده دخلت في مرحلة تانية، تصنيف تاني بقى، التصنيف في السيمي فاينال بقى ما فيهوش بقى إيه. طب أنا عندي سؤال، سؤال قبل ما نتكلم عن اي ملاحظات قد تراها سلبيه، رغم ان في النهايه حققنا اللي احنا عايزينه من المباراه، وكان واضح جدا السعاده على وجوه الجهاز الفني، وان فايلر راضي هو بيسلم على جهازه في نهايه المباراه انه قدر يحقق المهمه المطلوبه منه امام صن داونز في المباراتين. حضرتك قلت في اكتر من حلقه سابقه في حوارات لينا انه النادي الاهلي لابد ان حتى يفوز بالبطوله، انه ان شاء الله لابد ان يلعب المباريات كما اعتدنا من الاهلي في الفترات اللي كان بيفوز بيها فيها بالالقاب، انه يلعب كويس بره ملعبه. هل نقدر نقول ان دي كانت خطوه للامام او افضل مباراه في مشوارنا الافريقي حتى الان هذا الموسم لعبناها خارج ملعبنا؟ طبعا يعني في تقدم، في المؤشر بيتحسن في مباراتنا. وتكمله لكلامك وتاكيدا لي وبقولها لحضرتك، واحنا قاعدين اهو مباراة 3-5 اللي في الدار في الوداد في الدار البيضاء، هي دي مباراة التأهل مش مباراة العودة في القاهرة. لا، إذا لما انتهتش المباراة في الوداد بنتيجة لصالحك هتعاني في القاهرة. وعاوز أقول إحنا معانا مباراة مهمة جدا مع الوداد، وما ننساش اللي حصل في 2017 ده، نجيب 2017 ها والماتش نهائي والناس تتفرج عليه لعيبة، وشوف اداء، شوف اداء بكري جسامة كان في الماتش ده ايه، واداء امبارح كان ايه، شوف الفرق، شوف تحزيمه المباراه وضربه جزاء لعماد متعب ما اتحسبتش، وشوف الماتش امبارح كان عامل ايه، نتيجه الضغط ونتيجه التنبيهات ونتيجه العينين بقت مفتحه وخلاص. شفت ازاي اداء بكري جسامة؟ لا امبارح، لا لا واضح مختلف، مش ده بكري جسامة بامانه شديد، مش ده، ده ممكن يكون حد تاني بس لابس اسم. قصدك انه ادى المباراه بشكل جيد؟ لا ادى المباراه، ادى المباراه، لا ادى المباراه، ادى المباراه بشكل جيد. هو انت بتطلب ايه من المباراه؟ عاوز حق من مش حقك؟ عاوز حق في المباراه؟ عاوزين تحكيم عادل بس. عاوزين تحكيم عادل، وعاوزين تحكيم يبقى يدي الامان للفرقتين في الملعب، وان انا لما يكون لي حق اخده. وما يتحملش على فريقنا. ما كانش فيه لقطات او يعني يعني في المباراه تثير الجدل. يعني ما كانش فيه لقطات وحاجات تثير الجدل او يبقى تقف عليها او تتكلم عنها. هو بيرجعوا ناس كتير بعد المباراه واداء بكاري جسامة اللي حضرتك اشدت بيه دلوقتي، بيرجعوا ده لسببين. اولا لفت نظر النادي الاهلي وتحذيراته من اكتر من موقف واكتر من مباراه تحامل فيها في قراراته واثر على فرص الاهلي ونتائجه في اكتر من لقاء سابق. والامر الثاني انه الناس بتقول انه خلاص في مراجعه لمستوى الحكام، وانه بيختاروا منهم النخبه ومشروع ال 20 حكم في الاتحاد الافريقي. على ده الكلام انه اداء التحكيم في دور الثمانية كان مفاجأة. التحكيم الأفريقي أحسن من اللي فات كله. طبعا، لا يعني لما تيجي حكم مباراة الذهاب وحكم مباراة العودة في الأهلي، في مباراة الزمالك حكمين غرب عرب مغربي وجزائري، من أكفأ الحكام بأمانة شديدة. وأي حد تاني كان ممكن تبقى في مشكلة. الوحيد اللي ممكن استخدم قوته في التحكيم اللي هو مازيمبي، غير الحكم من الجنوب افريقي فيكتور جوميز، وجاب ايه تسيما باما ملاك، ده اللي هو يعني مش عاوز اقول الملاكي يعني، لكن جابه. ولكن سبحان الله ضربه جزاء صدت من انس الزنيتي حارس مرمى الرجاء، وده هنتكلم عليه، وهدف صحيح ملغي للرجاء في المباراه،
ولكن طلع تأهل الرجاء، استحق التأهل انه انهى مباراته في الذهاب 2-0. حتى الحكم السنغالي نضاي في ماتش الوداد، ورغم انه انهى المباراه قبل نهايتها بدقيقتين، الوقت المحتسب بدل المحتسب بدل الضايع، يعني احتسب 3 دقائق من الخمسه او 3 من هم 6 وانهى في الدقيقه 4، وما تعرفش هل هو اللي بره شافه 4 ولا شاف 6 ما نعرفش. لكن عاوز اقول لك ايه، انه ده من صالح اللعبه في افريقيا ومن صالح سمعه الاتحاد الافريقي، الاداء الجيد يكون عندك التحكيم. اداء التحكيم انت المفروض محايد، لا تلعب لمصلحه نادي على الاخر. انت بمصلحتك انه بطولاتك تحظى بالاهتمام ويبقى عندك انديه كبيره لما تروح كاس العالم للانديه تبقى تصل للمباراه النهائيه تاخد البطوله، لانه ده بيزود عائداتك. ليس من مصلحه التلاعب والسماح لبعض من يمتلكون الامال في التلاعب في المباريات والحكام، الكلام ده المفروض يبقى مرفوض خلاص. الكره الافريقيه المفروض انها تخطي مرحله في ظل انها بطوله اصبحت بطوله قويه جدا، فيها اقوى 8 انديه في افريقيا، وكان قبلها فيها اقوى 16 وكان اقوى 32 وبعد كده تم 64. يعني عاوز اقول لك ايه، انت من الواجب ان تطور وتبحث عن الجيد. انت ممكن تفاجئ الناس، مش عاوز اقول لك تشكك في التحكيم، انا ضد انك انا اقول لك انك هات حكام اجانب مباراه، لا انا ادي الثقه للتحكيم المصري. يعني انا حزين لحاجه، ازاي التحكيم المصري يغيب عن الدور 8؟ يعني ازاي؟ سؤال الكابتن جمال غندور، يعني التحكيم المصري، يعني اذا كان حكمين من المغرب والجزائر، من المغرب والجزائر حكموا للنادي الزمالك، طب ما كانش مصر يحكم مباراه الوداد والنجم الساحلي؟ واحنا عندنا يعني اللي بيتكلم دايما عليهم، يعني موقف جهاد جريش الغامض والازمه اللي موجوده. طبعا كنت بقول ان الكابتن محمود بن عمل حادث بس طلع يعني الحمد لله كويس، حكم أدار مباراة من أروع مباريات ما بين الوداد والرجاء في البطولة العربية، في أعتقد أمين عمر. يعني إزاي إحنا نغيب عن المشهد؟ ما هو ده برضو يحطك في التساؤل لمصلحة مين التحكيم المصري بيتراجع ويختفي على الساحة. ما أنت لما تيجي تتكلم تقول لي إيه، طب هات لي، لو جينا قعدنا مسكنا ورقة وقلم وقلنا آخر حكم مصري حكم مباراة نهائية في دوري الأبطال، تفتكر؟ أنا ما افتكرش في الكونفدرالية أقصانا. علامة على إيه؟ علامة على إنه التحكيم بتاعنا في تحامل على حكامنا ولا أداء متراجع؟ مش يا فندم، إزاي اللي علم الكورة لأفريقيا وللدول العربية بمستوى كده؟ ليه؟ لأنه ما نال التحكيم المصري في السنوات الأخيرة ليس كان لم يكن في صالح سمعة الحكم المصري ولا الكرة المصرية. ما نال التحكيم المصري من إساءات من للتحكيم. إساءات، لا من إساءات ومن تطاول ومن مستوى ومن أخطاء يعني كمان إيه؟ من مستوى ومن كمان. يعني أنت عاوز أقول لك الحاجة ده، في حاجة غريبة جدا تستحق نحن المفروض نتناولها. أنت تعرف أنه في بيقول لك حوالي من 30 ل 40 حكم أبناء حكام، توريث التحكيم المرحلة الجاية 30، بقول لو حد يعني ما لسه بس ما جبتش الأسماء 60 حكم أبناء لحكام أصلا سابقين وحاليين. ده مش مختلف، أنا مش مختلف معاك، بس أين معيار الكفاءة؟ اللي يحدد الكلام ده معيار الكفاءة والأداء والشخصية والكلام. ماشي يا عم هتورث، هنرجع تاني للمنطق ده، بس المنطق ده يقوم على إن اللي أنت جايبه حد يستحق. فاللي انا عايز اقوله لك ايه؟ انه التحكيم بتاعنا المفروض برضه احنا عندنا لازم حكام نفسهم يغيروا، لازم يخرجوا من دايره السيطره انه حد يفرض عليهم اهل وزمالك، لازم تخرج من الدايره دي، تخرج من انك تدافع عن شخصيتك، يبقى لك موقف، يبقى انت تبص وطموحك انك تصل للعالميه. يا جماعه بصوا شوف الناس الحكام التانيه، يعني ليه بكاري جسام يبقى في المشهد دايما؟ ليه ما عندناش احنا حكم يبقى في المشهد، يبقى حكم يحكم الاهلي والزمالك والناس تعمل له حساب؟ ليه يعني ليه ما يبقاش ده فكره في اتحاد الكوره وفي لجنه الحكام ان انا ادور على الحكم يدينه؟ انا عندي مشروع للنهوض بالحكام. يعني المفروض يبقى عندك الجزئيه دي وانت تدور عليها وتغذيها، ويبقى تنتقل من المرحله دي مرحله الشك دي لمرحله التقييم، انك عندك القدرات، انك عندك تحكيم يدير اي مباراه في اصعب. طيب انا هرجع للنقطه دي، ده كلام مهم هنرجع له بعد شويه في حديثنا يا استاذ محمود، لكن عايزين نبقى قليلا مع مباراتي الاهلي وصن داونز، لانه عندنا تصريحات كتيره جدا للجهاز الفني عايز حضرتك تعاقب عليه. اولا بشكل مباشر جدا، حضرتك شايف او رايك ايه في اسلوب اداره الجهاز الفني بقياده فايلر، او اسلوب اداره فايلر خططيا والتاكتكس اللي خاض بيها اللقاء الثاني في جنوب افريقيا؟ اولا هو عمل مفاجاه يعني محدش فكر فيها، يعني ان هو لعب بكل الافارقه، يعني لعب بكل المحترفين اللي عنده، جيرالدو، باتجي، اليو باتجي، واليو ديانج، ومعلول، واجاي، الخمس لاعبين المحترفين. خلاص ليه؟ هو يعني اكيد فكر في ان دول عندهم القدرات ده، يعني ايه بدنيا ان هو التعامل مع
درك يعني مش عاوز اقول درجه احنا درجه 27 مش عاوزين نعمل لحاجه عاوزين نطلع من الدايره دي برضو. خلي بالك يا استاذ محمد تعبنا من المبررات يعني البطل ما بيدورش على المبررات البطل بيلعب في اي وقت لكن عاوز هو ربما اراد استخدام يعني الاداء البدني القوي والقدره على التحمل واللعب والمثابره في الملعب من خلال اختياره للعناصر اللي هو دفع بها بالمباراه. هو لعب وكان ذكي جدا عارف انه لو فتح الملعب مش هيقدر يجاري سرعه وخفه فريق سان داونز ولذلك احنا قلت لك احنا لو ركزنا في اول 10 دقائق كان ممكن نتخطف جولين في اول 10 دقائق. هنقف عند اداء الشناوي ولازم هنتكلم فيها لان احنا عندنا قضيه اساسيه هنطرحها زي ما قلت لحضرتك مين بطل التاهل في المشهد اللي احنا شايفينه ده. فهو بدا بالبدايه دي واكيد في دماغه كان بيعتمد على انه عاوز يخطف هدف. الجهد باللي انت عملته ربنا كفك بالهدف. ربنا كفك بالهدف. والهدف ده عمل معاك فارق كبير جدا معنويا لان انت برضو مع كامل احترام انت برضو نازل وخايف وقلقان من او تعرف السر اللي حصل. السر اللي حصل ده مع الاهلي سر غريب جدا ما كانش حد توقعه وما حدش رتب لكن كمان ضيف ليهم معايشة الاجواء والسفر قبل المباراه بوقت كافي كل ده والتركيز في المباراه دي العناصر اللي اتكلمنا عنها الاسبوع الماضي كل ده تولي الكابتن خطيب رئاسه البعثه لا طبعا كل ده لعب كل ده لعب كل ده لعب دور وكان حليف ده كله هو توفيق المولى عز وجل. بص توفيق المولى عز وجل هو اهم حاجه في كل الحدوته دي انك انت اجتهدت فكافئك استعدينا او تعلمنا من دروس الماضي ان احنا ما نسافرش في وقت قليل او مضغوط وبذلت مجهود فاستحقيت انك انت فرقه صعبه فرقه صعبه كل الفرق اللي تأهلت لدور الثمانيه فرقه فرقه قويه ما تقدرش يا جماعه اللي بيوصل دور الثمانيه فرقه قويه اللي بيوصل السوبر فاينل فرقه قويه يعني مش عاوزين يعني عاوزين نطلع من دايره المقارنات اصل الفرقه دي صعب اصل في دور الثمانيه فلان اسهل يا جماعه الكوره ما عادش فيها الكلام ده ده هي هل حضرتك شايف انه الفرق اللي وصلت بشكل عام للسيمي فاينل هي اللي قدمت افضل مستويات حتى الان في البطوله هو افضل تمثيل للدور قبل النهائي افضل ثمانيه يعني ما لا كمان للسيمي فاينل كمان السيمي فاينل افضل هم الاربعه اللي قدموا اداء افضل اداء في افضل اداء استحقوا عليه ده كمان انت عندك ظواهر غريبه جدا في المشهد برضه عشان انت ايه تستحق تقف يعني مثلا كارتيرون محظوظ يعني هيقابل الفرقه اللي هو دربها خلاص كمان الوداد عندك كارلوس جاريدو هيقابل الفرقه اللي كان دربها يعني انت عاوز اقول لك ايه مفارقات في مفارقات تستحق انك انت ايه تقول لكن ايه مفارقات يعني ايه كنت اقول لك انا اللي بنيت فرقه الرجاء فانا حافظهم وعارف كل عارف وجاريدو عنده مفارقات اكتر لانه صعد على حساب النجم الساحلي يعني اللي كان مدربه او كان المدير الفني ومدير الفني النجم الساحلي وتحول فجاه تم استبعاده كذا كذا وايضا كارتيرو لما مشي من الرجاء برضه مشي في ظروف غريبه جدا تم انعاده بعد ازمه كوليبالي وتعاقده معاه وليه تعاقده معاه وحدوته كان فيها كلام اتقال لكن هتبقى مواجهه صعبه جدا فاللي انا عايز اقول لك انه فاينر يعني استطاع ان يدير المباراه واخذ منها ما يريد وهو الوصول للسيمي فاينل. طيب في اشكاليه، الجمهور مبسوط جدا، صعدنا للسيمي فاينل، تفوقنا، سبقنا بالتهديف في جنوب افريقيا، احرزنا ثلاث اهداف في المباراتين واستقبل المرمانه هدف واحد، كان لينا الغلبه وزي ما حضرتك قلت يعني اضعنا فوز شبه مؤكد في اخر ثلث ساعه من المباراه بعدد من الاهداف. الجمهور سعيد جدا بده لكن في ناس قلقانه من فكره سياسة التدوير رغم انه بيتكلم عنها فايلر وجهازه المعاون ديفيد سيزا له تصريحات كتيرة قمنا باستعراضها النهاردة انها اهم اسلحة فريق الاهلي وانه قادر على تدوير اللاعبين وان التجربة دي فايلر خاض بيها وحقق نجاحات بيها سابقا مع اندرلخت وانه بيقول ان عناصر الاهلي الموجودة حاليا تسمح له بده انها مميزة فنيا كلها قريبة من المستوى وان ده بيساعده على انه ما يبقاش عنده لاعب مرهق طول الوقت ومستهلك وانه يقدر يعمل تباديل كثيرة في المباريات بل بتكليفات للاعبين بتغيير مراكزهم في المباراة الواحدة زي ما شفنا اللي حصل امبارح وأداء معلول وتغيير مركزه بعد الدفع بأيمن أشرف كباك ليفت. حضرتك شايف إشكالية التدوير ازاي والروتيشن اللي فايلر بيقول انها مهمة جدا. بص حضرتك الكلام ده يعني اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. هو المدير الفني وهو اللي أقدر بلعبته أنا مش هقدر دلوقتي أقول له تعالى خليك ثبت التشكيل. طب ما هو التشكيل ثابت. ايه هو التشكيل اللي ثابت؟ اللي هو العناصرك الاساسيه حراسه المرمى دلوقتي انت عملت ايه بتعمل حاجه ياسر ابراهيم بقى ثابت دلوقتي بتضفت عليه رامي ربيع عشان نقلت محمود متولي في نص الملعب عشان تقفل المساحه وكان قرار سليم بس ممكن الكلام ده ايه
يجي لعيب يقول لك طب انا مش قادر اكمل، يعني انا عاوز العب في الحته الجزئيه، انا بهجيد في الحته الجزئيه، لكن انت خلاص لم يعد لاعب ولاعب المكان الواحد. انت تحتاج لاعب اللي يلعب في اربع اماكن يا جماعه. يعني مثلا احمد فتحي بسم الله ما شاء الله عليه، يعني تلعبه باك رايت هيلعب، تلعبه مساك هيلعب، تلعبه نص يلعب هيلعب، تلعبه باك ليفت هيلعب. ده بيحل مشاكل لمين؟ للمدير الفني والاداء فرقته، انه لاعب تجده موجود في الكلام ده. لما تيجي لاعب تكتشف ان قدراته لا تقف الا على مركز واحد، انت بتجد ممكن يبقى عندك راس حربه وتلاقيه بيرجع ورا في الكرات الضربات الثابته وبتاع، بيستخدم ايه؟ يعني ايه؟ يعني طوله او ارتفاعاته او دور المدافع، طريقته كمدافع ان هو يساعد فرقته. ما هو ده ما خلاص، يعني مش عاوزين ايه نرجع تاني يا جماعه الكره الشامله، الكره الشامله انه اللعيب كمان يبقى شامل، ما هو ده انه يجيد اللاعب. يعني موافق على الكلام ده؟ هو وجهه نظره صح. طب هل هتقدر تكمل يا جماعه ما بين بطوله افريقيا وبتلعب في الدوري كل يوم كل ثلاث ايام مباراه دلوقتي، وانت بتجاري وعاوزين نخلص الدوري بدري عشان طوكيو وعشان تصفيات امم افريقيه والمنتخب؟ ما هو يعني ده برضو ارهاق. هنا بقى ايه؟ طب لو احتفظ بالتشكيل الاساسي يبقى في صالح مين؟ ده مش في صالح حد. ده انا وجهه نظري، ممكن احنا لسه بنتكلم قبل الهوا، قلت هل ممكن ان فايلر انه يبحث يدور على راس حربه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، يدور ويديله فرصه في المباراه اللي جايه في الدوري؟ هل ممكن تدور على مدافع انت عايزه تديله خبرات وتلعبه في مباراه الدوري؟ هل ممكن تدور حتى في نص الملعب تدي يعني ينتهي بك الموسم انك تصنع وانت محق تصنع نجم وتبحث عنه وتفتش عنه؟ خلي بالك ده من الحاجات المهمه جدا هتتحسب ليه ويشار ليه تقال انه عمل كذا، وده لا يبد ان يوضع في الحسبان، ولازم يكون في اصرار انك انت بتبحث عن لاعب يديك اضافه من ابناء الاهلي. اذا كان هل ده ممكن ولا لا؟ وده امر مهم. انا بكلم حضرتك صناعة النجم، بس هل ده بيتماشى مع ان سياسه الاهلي في الفتره اللي فاتت كانت حريصه على اعاده هيكله الفريق وخروج بعض اللاعبين الشباب اللي خدوا فرص الفتره اللي فاتت على سبيل الاعاره لحد ما تتم صقل خبراتهم؟ ما انا بكلمك، شفت الاعتماد اكتر على المحترفين. اتكلمنا في النقطه دي، كان في لعيبه المفروض تستمر. يعني مثلا عدم اعارتها كان في وقت مباريات الدوري الجايه دي والكل ثلاث ايام، وانك انت عاوز تريح اللعيبه الكبار عشان يعني ايه بعدين يبداوا يدخلوا تدريجيا، بس بعد مباراه او اثنين الارهاق يبقى الوضع مختلف بالنسبه لك، لانك انت ايه هتدخل كل ثلاث، يعني هتلعب يوم الاربع غريبه جدا، انت وصل لسه هتوصل بكره هتلعب يوم الاربع مع سموحه، ويوم السبت تلعب مع انبي، ومش عارف بعديها تلعب. يعني عاوز اقول لك ايه، ماشي اوكي، لكن انا بقول لك ايه، فرصه، يعني انا شايفها فرصه، واعتقد ممكن تبقى تفكير يتحط انك انت لو طلعت بناشئ واحد في السنه اضافه ليك في اي مركز بتحس انه ممكن يعمل لك دفعه، يعني يبقى بديل يبقى قوه، ممكن تبقى عندك مفاجاه. فده انا بقول لك ايه، مساله التدوير دي بيحكم فيها الراجل المدير الفني، لان هو المسؤول. لو حصل التدوير ده وعمل معاه نتائج مش كويسه ما كانش هو اعتقد هيفكر انه يستمر فيه، لكن طب هتسيب المجموعه اللي عندك مثلا انك انت هتلعب ب 14 لعيب اللي هم 11 وثلاثه هيتبدلوا. طيب جه حصلت ظروف الاصابات، واعتقد الكل فاكر مرحله الاصابات اللي مر فيها الاهلي، كان عنده عدد كبير جدا 7 و8 وفي اصابات لعيبه لما ترجع يبقى لها يعني هتبقى اضافه قويه، هتبقى انت يعني لسه مستنيين رجوع ان شاء الله رمضان صبحي وحمدي فتحي وقوه ضربه للفريق، منتظر رجوعها. مش عاوزين يعني هنقول اسماء وابرزهم حمدي فتحي على الاقل، ده يديك يعني باور في محمد صبح. محمود رمضان صبحي، ما انا عاوز اقول لك ان الكلام ده كله بيديك، لكن سيب المدير الفني يشتغل طالما يعني عاوزين نخرج من دايره الفلسفه وانه كلنا احنا عارفين بكل حاجه، نسيبه نشتغل لما يحدث لو حدث خطا يبقى الناس تنتقد. لكن طالما الامور ماشيه في اتجاه بيحقق الاهداف المطلوبه منه، يتم الانتقاد بالصوره اللي ما تصلش انك انا عاوز ايه جلد الذات وخلاص. دي كوره يعني رياضه، يعني المفروض فيها وعليها وداخلها حاجات وتوفيق وعدم توفيق واصرار وجهد والتزام وعمل وخلاص، وربنا هو اللي بيكافئ في الاخر. زائد انه كمان تصريحات الجهاز الفني اللي بيتكلم عنها اكيد بتعكس مناقشاته طول الوقت او في الكواليس المناقشات بينه وبين فايلر وبين مدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ وريني فايلر المدير الفني وديفيد سيزر المدرب العام. ان سيزر بيقول ان ده اصبح ميزه عن يتفرد بيها الاهلي عن باقي المنافسين سواء على المستوى المحلي او الافريقي، فكره ان عنده فرايتي، عنده تنوع في قدرات اللاعبين، عنده عدد من اللاعبين اللي يقدروا يؤدوا الكره الشامله، ان انا اقدر اغير مراكزهم في المباراه الواحده زي ما حصل مع محمود متولي ومع علي معلول في بعض اوقات مباراه الامس والبدايه بمتولي كهاف ديفندر. قال دي ميزه لينا ان انا احافظ على بالانس لياقه للاعبين واعمل مفاجات للمنافس. يا استاذ محمد، عارف اهم حاجه في الحدود دي كلها انه كنا ال 11 لاعب واقفين على رجليهم في الملعب، اللي هو الاداء البدني، انه انت بدنيا واقف ومالك نفسك وقدراتك انك تلعب على مدار ال 90 دقيقه بلا واد.
ده الشيء المهم والاخطر في الحدوته. اذا لم تمتلك لياقه بدنيه عاليه جدا وصفاء ذهني وتركيز شديد مش هتعرف تؤدي وتبدع وتقدم. مساله بقى يبدل يغير، يا جماعه ما تبصوا على التبديل اللي هو ايه. طيب التبديل احنا قبل كده اتكلمنا وقلنا انه المفروض يعني المدافعين اللي في اثنين مساكين المفروض يبقوا ثابتين عشان يحفظوا بعض. هو معاك بيجي مره يدي ياسر ابراهيم وده محمود متولي وعملوا ماتش كويس جدا. طبعا صح، وانا صح عملوا ماتش اعتمد امبارح على متولي وانا بكلمك ماتش جدا ذهاب. في مركز ماتش ذهاب عملوا اثنين. طيب مين قالك انه هو لما نقل متولي ودانه نص الملعب ما كانش له دور؟ طب بص وكان وقفته فين في الملعب كده، شوف نص الملعب كان فين، هتلاقيها دايما ورا. بالعكس ده كمان كان تمرياته متقنه جدا. انا بكلمك اهو كان دايما ورا قافل في كرات كده يعني يتحط وتوجد في مكانها وكان ليه شغل. يعني عاوز اقول ايه برضه في نفس المكان انت عندك ثبات، اليو ديانج وعمرو السلية عاملين شغل، عندك الطرفين دلوقتي ثابتين. ما هو التغيير بيبقى فين التغيير؟ يعني مثلا ظروف المباراه انا عاوز جيرالدو عشان سرعته، عاوز اليو بجي عشان اشوفه يعني يعمل برضه يهز برضه الدفاع اللي قدام، عاوز جاي عامل ضغط الناحيه اليمين اللي هي الشمال بتاع السان داونز كان واقف وبيتحرك بروح هنا وهنا. فيعني اعتقد ايه مش عاوزين نشغل نفسنا بحاجات، لا بالعكس الجو والمرحله الجايه دي بامانه شديده عايزه دعم كبير للفريق. وعايز اقول ايه بلاش ايه نذهب يعني روح لجزئيه من الفريق القوي والوداد والاقوى والرجاء والاقوى. يا جماعه انت ركز في فرقتك، ركز في فرقتك خصوصا ان حضرتك قلت دلوقتي احنا في اتجاه صعودي، يعني في اتجاه ان كيرف الاداء بيزيد من مباراه لاخرى، وان احنا قدمنا خارج ملعبنا افضل مباراه في كل مبارياتنا خارج ملعبنا في تحصل مفاجاه تاريخيه ويتاهل الاهلي والزمالك المباراه النهائيه وتبقى لاول مره. اول مره الاهلي والزمالك يلعبوا مباراه نهائيه وبالنظام الجديد اللي هو مباراه فاصله. عاوزين نخرج يعني عاوز اقول للجمهور واقول لبعض المتعصبين اللي ما بيشوفوش غير نفسيهم، يبصوا على كلمات فايلر في المؤتمر الصحفي لما قال بلدي مصر تاهل منها فريقين الاهلي والزمالك. ها الاهلي والزمالك دي كلمه برضو تخلي حتى لو انت قاعد تقول ده مدرب اصل مدرب مش عارف ايه ومش سهل، حتى برضو ذوقيا كان ممكن ما يذكرش الكلام ده يقول تاهل فريقي، لكن اتكلم على انه عاوزين اقول يا جماعه ان احنا عاوزين نخرج نخلي الرياضه في الرياضه، المنافسه والصراع يبقى داخل المستطيل الاخضر، خارج المستطيل الاخضر ننسى لانه ده ابن عم ده وده اخو ده. يعني يعني عاوز اقول الحياه مش مستاهله ان احنا نشوف يعني حضرتك قلت انه بمفاهيم الرياضه اول هدف لينا تفارع. اول هدف لينا ان شاء شيء الله يفرح انه فرقتين من مصر يصلوا مع فرقتين من المغرب للسيمي فاينل، ولما ان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى لما يصل الاهلي والزمالك للنهائي كله يسكت ما يتكلمش ويبص ان كل واحد يشجع فرقته ويبص يعني وهي هيبقى نهائي وسعيد نهائي افريقي يعني ازاي هو يجود للتشجيع وازاي هو يتمنى ويدعو ان فريقه يبقى البطل. عاوزين نخرج من الدايره وما نسمعش الناس اللي بتحاول تزرع الفتنه والناس اللي بتحاول تدور على دور عشان تكسب الجمهور وتلعب على غريزه الفتنه والتعصب وتقول كلام ملوش منطق. يعني هنا حضرتك بتقول ان اول امنيه لك هي فوز الاهلي بالبطوله، تاني امنيه هي ان يكون النهائي بين الاهلي والزمالك في الفاينل وفريقين بطلين من مصر بيلتقوا اولا اجمل نهائي. بص حضرتك طبيعي ده المنطقي يعني. ده حضرتك هيبقى يعني استعاده امل لكره القدم المصريه انه يصل الاهلي والزمالك للمباراه النهائيه. طيب لانه هيدي دفعه اولا للمنتخب، هيدي دفعه لسمعه الكره انها استردت بسرعه بعد اللي حصل في كاس الامم الافريقيه هنا في القاهره 2019، هيرجع لك ثقتك، هيرجع لك انك انت خلاص حطيت نفسك على الخط، هيخليك تروح كاس الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله تاهل، هيخليك يبقى طموحك عالي في تصفيات كاس العالم 2022. في حاجات كتير هتتغير، في حاجات كتير مفاهيم هتتغير، في كتير من الناس ده بيعيد الثقه للكره المصريه. لا طبعا كلها. فانا عاوز اقول لك لما يوصل فرقتين كبار ويبقى فرقتين الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه ونتفرج ونشوف مين اللي هيكسب ومين اللي يستحق ومين الجهد ومين اللي عاوزين يعني عاوز اقول ايه. وفي الاخر اللعيبه مع بعض خارج الملعب هتلاقيهم حبايب لانه هيلعبوا مع المنتخب ومفيش حد. يعني عاوز اقول لك ايه المتعصبين واللي بيزايدوا على الامور واللي بيدوروا على مكسب رخيص ملوش قيمه في اثاره الفتن واللعب على حاجات المفروض احنا اكبر من كده يمتنعوا. لا يمتنعوا الكل يراجع نفسه يعني بعد يعني بعد التاهل السيمي فاينل ده يعني الكل يمتنع الكل يمتنع ونتفرج ونشوف مباراتين في الدور قبل النهائي ما بين الكره المصريه والكره المغربيه
بكل الروح الرياضيه والاحترام والعلاقات اللي بيننا نستمتع نشوف اللي هيجتهد واللي هيلعب واللي هيكون منظم واللي عنده فكر واللي هيهتم بالتفاصيل الصغيره واللي عنده رؤيه واللي عنده هدف واللي عارف قيمه فريقه. كل ده هيبقى موجود موجود حاضر في 90 دقيقه مش خارج 90 في الكلام، لا كلامك اشوفك فعلك اشوفك في الملعب غير كده مش هشوف. طيب يبقى هنا حضرتك بتقول مطلوب دعم الجماهير للاهلي في الفتره الجايه ان احنا ماشيين بخطوات جيده. حضرتك بتقول انه ادار بامتياز هذه المباراه ريني فايلر في جنوب افريقيا او على ملعب لوكاس موريبي. الامر الثاني حضرتك قلت عايز اتوقف شويه وارجع لنقطه ان دي كانت جوله حراس المرمى وان الشناوي كان له دور في توقيت مناسب جدا في تاهل الاهلي وصعوده. وقبل ما نقول الكلمه دي انا عاوز اقول حاجه. هل ينفع ان احنا نقفل استاد القاهره في نص أربعة قبل حدث زي ده؟ يعني بأمانة أناشد المسؤولين، هل من المنطق؟ عندنا مباراتين في غاية الصعوبة، مواجهتين صعبتين، وعندنا طموح إن احنا نروح يعني نرجع للكورة المصرية روحها. أقفل استاد القاهرة اللي هو كان وش الخير؟ استاد القاهرة ده وش الخير على الكرة المصرية يا جماعة. استاد القاهرة طبعًا. يعني الأهلي 2-0 الزمالك 3-1، شوف حضور الجمهور كان عامل رد فعل إزاي؟ شوف الجمهور راح والتزم. يعني ليه الاستعجال؟ اذا كان المنتخب هيلعب يوم 26 مباراته مع توجو وبعد كده يوم في نص أربعة تقول لي هقفل ليه؟ افقد منتخبي ميزه من اهم مميزاته. انا بقول لحضرتك بقى اناشد المسلمين يعني انتظار وتاجيل اي صيانه اي اصلاحات اي كلام ده هذا في صالح الكره المصريه وليس في صالح فريق بعينه. من الصالح ان استاد القاهره هو اللي يبقى موجود ويبقى هو يستضيف المباراتين دول ان شاء الله عشان نقول يا جماعه انه الاهلي والزمالك في الفاينل بإذن. يعني هنا حضرتك بتقول للمسؤولين او بتناشدهم بتقول ان اداء او خوض المباراتين امام منتخب توجو يومي 26 و29 على ارض استاد القاهره امر مختلف تماما او في صالح الكره المصريه بفارق كبير عن اي استاد اخر. مباراتين الاهلي والزمالك اللي هيقاموا في يوم 10 او 9 او 10 مايو مباراتين العوده مهمين جدا ومش هيفرق كتير قوي. بدل ما الاستاد يبقى 15/4 يبقى 11/4 يبقى 11/5 يعني بدل ما هتقفله في نص 4 حسب تصريحات اللي هو علي درويش بقول له الست وبقول للمسؤولين يا جماعه والسيد وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي لو سمحت يعني ازاي واين هيلعب الاهلي والزمالك مواجهه جولتي العوده في الوداد والرجاء هيلعبون فين؟ مكان الاحترام يعني مباراتين مهمتين ند فرصة يعني يا جماعة لما نلعب الفاينل في أول بطولة بشكلها جديد يبقى مواجهة مصرية حدث كبير جدا حدث مهم لصالح الرياضة المصرية في حد ذاته والكرة القدم كمان هترد على حاجات كتير وهتديك فرصة فيجب أن تدعمه كل الأجهزة وتشتغل على الهدف ولابد من وقفة مش عملية مش محتاجة يعني إن احنا نسكت لا محتاجة تحرك ومحتاجة إنه ليه دلوقتي ليه في ناس متفائلة بالصدق الخير والصدق الخير فعلا ريحه حلو يعني عاوزين نقول يعني شفت البطولات الافريقيه مع المنتخب مع الاهلي والزمالك ولدت في استاد القاهره في حضور الجماهير. الجزئيه اللي حضرتك احنا اتكلمنا فيها قلنا عن بطل المرحله في دور الثمانيه بطل المرحله هو حراس المرمى. انا بسميها لم يعد حارس المرمى هو نصف الفريق بل الفريق كله. حارس المرمى من وجهه نظري الان هو الفريق كله. وحارس المرمى هو مش عاوز اقول هو اللي بيتحمل اخطاء يعني الفريق لا ده هو يعني بيشيل كل الليله ولو لاحظنا وشفنا تصديات الرائعه لمحمد الشناوي في مباراه سان داونز سواء هنا في القاهره او سواء في المباراه في اول 10 دقائق في كورتين على الاقل بهدفين يعني الكورتين بهدفين وتخيل بقى معيش معايا لو كنا هدفين جه منهم كوره هدف في اول 10 دقائق كان الوضع هيبقى عامل ايه؟ في تسديده في الشوط الثاني في مخادعه باكثر من رائع تصدى لها بيبدا يعني اقف على اللقطات دي واتفرج عليها وعدها. ايضا تصدي ابو جبل في الدقيقه 70 في مباراه الزمالك في كوره قاتله من حمد الهوني. انيس ازنيتي اللي هو حارس الرجاء ضربه جزاء وتصدي لاكثر من انفراد. ايضا احمد رضا حارس مرمى الوداد في مباراه امبارح. فاللي انا عاوز اقول بطل المرحله هم اربع حراس المرمى للاربع فرق اللي اتاهلوا. يعني المتأهلين لعبت حراسة المرمى دور كبير جدا. انت عندك مستوى الشناوي تطور بصورة كبيرة جدا في يعني الموسم الحالي. يعني حاجات كتير زادت عنه، يعني ثقة بالنفس، كان في بعض الحاجات برضو الأمور يعني التوازن، الانضباط، الخروج، في بعض ممكن الهفوات بتحصل لكن ايه؟ في مستوى، في تطور، ده شيء كويس جدا، انك انت يبقى عندك حارس مرمى كبير وحارس المرمى يعني اصبح تواجده مهم جدا لانه
في اوقات مهمه جدا ممكن الفريق مش في حالته، لكن حارس المرمى في حالته فيتصدى، وبنشوف الكلام ده في متابعتنا للدوريات. التحكيم احنا قلنا مرحلته زي ما احنا اتكلمنا عنها، انه برضه حتى التحكيم كان غريب برضه في دور الثمانيه، فاعتقد انه التحكيم حضرتك بتقول كان غريب لانه كان افضل من الجولات اللي فاتت، كان مفاجاه، كان الاخطاء قليله جدا، وكان في حاله من التركيز. يعني عاوز اقول لك ايه، انه حراس المرمى هم ابطال مرحله دور الثمانيه، وننتظر من سيكون ابطال السيمي فاينال من الفرق الاربعه المتاهله. واعتقد يعني كلام كتير جدا هيكون استاذ محمد بعد السيمي فاينال، يعني لانه احنا كمان في حدوته كمان عاوز اقول لحضرتك عليها، انه المحترفين هم ابطال المشهد، يعني في الفرق في الفرقتين المصريتين الاهلي والزمالك. يعني لما تيجي تقول هنا تقول علي معلول وتضيف معاه جايه، هتروح في الزمالك هتقول بن شرقي وساسي او نجم يعني ده هيخلينا نطرح سؤال، اين نجوم الكره المصريه؟ اين لاعبتنا في المرحله دي؟ وده كلام احنا اتكلمنا فيه قبل كده. يعني محتاجين شغل، محتاجين جهد، محتاجين كلام كتير يتقال في طب اذا اتكلمنا عن ده على مستوى حراسه المرمى، حضرتك اشدت بيها بمستوى الشناوي وتالق الحراس، قلت كل الفرق اللي تاهلت بما فيها الزمالك ابو جبل وفريقي الرجاء والوداد من المغرب، هل حضرتك شايف انه قرار عدم الاستعانه او الدفع بحراس مرمى او التعاقد مع حراس مرمى اجانب في الدوري المصري بدا ياتي بثماره وبدا يبقى له تاثير على ده؟ كان اكبر خطا. انت لو تفتكر المرحله دي كان في تراجع، كان اكبر خطا انه الدفع بحراس اجانب او السماح بحراس خلاص اجانب. اصل في حاجات اساسيه ما ينفعش ان انا اجيب فيها اجانب. اذا كان انا جبت اجانب، شوف انت دلوقتي بتدور على راس حربه في الدوري المصري، يعني انت بتدور على حراس حربه للمنتخب المصري. خلاص انت لما جبت مثلا مدافعين مثلا اجانب، بتقول دلوقتي مين عندي الباك ليفت مثلا؟ يعني علي معلول بالنسبه للاهلي بقى روح الاهلي في المنطقه دي، يعني لعيب كبير جدا، لعيب يعني هجومي بالدرجه الاولى، لعيب بيحل لك مشاكل في عمل كبير، يعني لعيب هايل، تطور مستواه بصوره كبيره جدا. لما تيجي تبص على اجيه شغل اللي بيعمله، ما ده الكلام ده برضه اهو، يعني انت هتبص على كمان تجيب اديك انت في نص الملعب مثلا، يعني من الاضافات القويه جدا للاهلي كان اختيار حمدي فتحي. حمدي فتحي يعني ربنا ان شاء الله يرجعه بالسلامه، كان من اللعيبه اللي ممتاز، لعيب نص ملعب، مدافع رائع، صانع لعب رائع، هداف، ثلاث حاجات في نص ملعب، في لعيب نص ملعب ده كتيره جدا، يعني انت لقيت. ولكن يعني سبحان الله، يعني كل شيء نصيب، يعني اصابه برضه ان شاء الله يرجع بقوه في الفتره، لعيب برضه كله بينتظر انه يرجع رغم انه لسه ما حطش رجله في الاهلي، لكن نصيب سبحان الله الاصابه المتكرره. ماشي معاك السوليه، مستواه تطور بشكل بعد، لسه من وجهه نظري انه الشحات وقفشه محتاجين يشتغلوا على نفسهم اكتر من كده، محتاجين تركيز اكتر من كده، محتاجين. طب خلينا نتكلم شويه عن كل اسم بشكل منفرد. قفشه قدم مستويات عاليه جدا في عدد من المباريات، وبعض المباريات حضرتك بتقول لسه شايفين عنده افضل من كده. في الجمهور كان شايف انه قدر يملى المنطقه دي ودور البلاي ميكر، لانه حتى بيعتمد في الحاله دي على اجاييه احيانا كراس حربه او انه بيلعب ناحيه الشمال. فقفشه اثبت قدراته في مباريات كتيره جدا وملى الفراغ ده، لكن حضرتك بتقول لسه انا شايف ان عنده اكتر من كده، عنده اكتر من كده. بدليل بعد اعتزال ابو تريكه في الاهلي، الاهلي انتظرت مردود من عبد الله السعيد. لو تفتكر عبد الله السعيد ما اداش المردود في بعد الاعتزال بتاع ابو تريكه، خد وقت شويه طبعا، على الاقل سنه او الثانيه، واختلف الوضع بالنسبه له عندما تحول ان هو نجم الفريق، انه طريقه اللعب كلها كانت متحركه على اداء عبد الله في الملعب وتدوير الكوره. الاهلي من الفرق اللي وصل بيها لمرحله تدوير الكوره كان بيتم بصوره سريعه جدا، واستردادها من المنافس كان بقوه ما تستغرقش دقيقه او دقيقه ونص على الاقل، يعني المنافسه بياخد الكره بالقلب بيعرف يستردها منه وياخدها، وعمليه التدوير والنقل السريع. انت قفشه طبعا لسه الوضع بالنسبه له اول سيزون، فاعتقد انا بقول لك محتاج شغل، ان هو محتاج يذاكر نفسه كويس، يدور يتفرج ويشوف ويجتهد في الملعب اكتر وفي التدريب اكتر، ويعرف يعني يعرف امتى ان هو بيمثل الاهلي، وانه انك انت عندك اللي تقدر تشيل الفرقه في الوقت ده. عنده القدرات، عنده المباخته، عنده جت الكرات الثابته محتاج يتدرب عليها كتير، عنده تسديد من الخارج رجليه حلوه جدا بس محتاج شغل،
محتاج يعني مساعد، يعني عايز اقول لك ايه، هو مؤهل للكلام ده والمدير الفني شايف، واعتقد ان هو بيعتمد عليه كتير جدا. لا يعني محتاج، يعني هو بقى له دور، خاصه كمان خلاص تلعب مباراه السيمي فاينل مع الوداد، فرقه كوره فرقه كوره يعني تلعب كوره، ويبقى مواجهه محتاجه قوه بدنيه عاليه جدا والتزام وانضباط وعدم فقدان الكوره الا بصعوبه والالتحامات، وهنا كمان دور البلاي ميكر بيبقى مهم قوي، مظبوط، المباراه الثنائيه والالتحامات والكرات المشتركه، كل هذه عوامل والتفصيلات الصغيره في المباراه هيبقى لها حاجات كثيره جدا مهمه جدا في حسم البطل والوصول. طب عشان ننتقل لحسين الشحات اخيرا، عشان النقطه واضحه بس بالنسبه للساده المشاهدين، اسمعوا حضرتك دلوقتي، حضرتك بتقول بتتمنى ان قفشه يوصل لافضل مستوياته وانه يبقى ثابت على التوب فورم بتاعته عدد كبير من الماتشات، دي تعمل فرق مع الاهلي في الملعب؟ طبعا طبعا تعمل تعمل. حسين الشحات يعني ده كان قفشه، ده كان اخر سؤال عن قفشه، ده قفشه، ما انا بقول لك انه لو ما عندوش القدرات هقول لك كلام مختلف، لكن اللعيب عنده القدرات، محتاج يعني ايه، محتاج يعني اعتقد مش يعني شغل اضافي، هو من نفسه يعني انت ايه تشتغل على نفسك بدنيا، يعني تستطيع يعني ايه، انا نفسي هو يكمل المباراه للاخر، يتشاف يتساب يكمل المباراه للاخر يعني، لكن هو برضو المدير الفني هو صاحب القرار وهو اللي شاف الملعب، احنا ممكن تبقى وجهه نظرنا مش صحيح، لكن ايه انت كلاعب يعني في مباراه سان داونز في القاهره اتحرك كتير وسدد كتير وعمل وبذل جهد كبير، يعني عمل شغل، لكن بان عليه الارهاق في اخر بان عليه الارهاق من كميه الجري، والتانيين التانيين خفاف كانوا اخف منك، يعني ايه لو كرتهم سريعه في لعب باص، انت اكيد لاحظت في اول برضو كام كوره كده من خط الدفاع، كام كوره عكسيه اتعملت، انت قفشه من اللعيبه اللي ممكن يديك الميزه دي، واحنا قلنا الكلام ده، قلت لك كان نمره 10 عندهم اللي هو الرجواني ده، جاستن ده كان ايه، قول قفشه زي، لان مجدي قفشه حركته خفيفه كلاعب وفي نفس الوقت دريبلر كويس، هو عنده المراوغه والمهاره، قفشه انه كمان يعمل لك حاجات تانية. طيب حسين الشحات، الشحات يعني الناس بص عليه انه المفروض الاداء يكون افضل من كده، يعني الناس زعلت ممكن امبارح من اكتر، يعني ممكن في فرصه كان ممكن برضه يريح الفريق، كوره يعني شبه انفراد، لكن هو فكر تفكيرين، يسدد واحده سددها هو منفرد شبه منفرد، وده سددها بغرابه شديده جدا، والثانيه كان المفروض رايح فكر تفكير رجع، يعني عاوز اقول لك ايه، وبرضه اللعيب في المواقف غير برضه ايده في الماضي، لكن انا عاوز اقول حسين الشحات عنده الامكانيات انه يبقى احسن من كده، يعني عندك الامكانيات، انت نازل تغيير تبديل المفروض تبقى اضافه للفريق، نازل عندك مهمه وعندك هدف، انت لازم تدافع عن نفسك عشان اللي انت تعرضت له واللي بتتعرض له والمقارنات ما بين الصفقه وقيمتها والكلام ده كله، لابد يكون ردك فين، مش انك انت تطلع تتكلم. لا ده انا هقول لحضرتك حاجه، ده هو كمان نزل كان اكتف، وصل للمرمى كتير، قدر يعمل اختراقات، قدر يعني هو مع جاي مع تحرك الهجوم في اللحظه دي، يعني كان في فرص كتيره جدا، بس هي اللمسه الاخيره اخلص تيجي الهدف، تيجي من فين بقى يا استاذ محمد؟ اللمسه الاخيره من التركيز، خلاص لازم تبقى عندك قرار، الفرق بينك وبين اي لاعب يعني نجم كبير جدا اللي هو ايه، بينك وبين اي حد القرار، في واحد بياخد القرار حتى لو كان خد القرار ده وطلع خطا، لكن هو خد قراره، هو من وجهه نظره شايف الكوره اهي قدامه، خد قراره، هو شات الكوره، او هو فكر انه هو يرجع، ده ما يبقاش قرار، انت رايح خلص نفسك، ممكن تاخد ضربه جزاء، لكن عاوز اقول لك ايه، عنده قدرات، يبقى احسن من كده، يبقى احسن من كده بكتير جدا، مش عاوزين نقارن نقول بركات يا ريت توصل، يعني لا اصل بركات بنتكلم عن حاله استثنائيه، يعني لعيب من اللاعبين اللي عندهم كل حاجه في الكوره، بيقدر يدافع ويهاجم ويجيب اجوان ويراوغ ويعدي وسرعات ما شاء الله، اللعيب اللي كان سوبر متكامل، عندك ريحه من ريحه بركات، عندك تستطيع تقدر تعملها، عندك الخفه وعندك السرعه، عاوز بقى تزود نفسك، ده الكلام ده يبقى انت ايه شغلك انت مع نفسك، انك انت حاسس عاوز تبقى نفسك تضيف تويل للجمهور وتقول للناس ان انا استحق ان انا ابقى هنا، لانه الاهلي يستحق منك حاجتين حضرتك قلتهم في الحلقات اللي فاتت او في حواراتنا اللي فاتت، بفتكرهم دلوقتي في الموقف ده وبعد الفرص اللي ضاعت في مباراه الامس، حضرتك قلت الادوار اللي جايه قبل مباراتي سان داونز، قلت الادوار اللي جايه مباراه الربع فرصه، مش عايزين فرص تضيع خالص، لان احيانا فرصه واحده تستغل جيدا
بتوصل فريق وتخرج فريق. 2017 وفي نفس الوقت حضرتك قلت التسديد الفرق الكبيره بيبقى التسديد المساحات النهارده اللي الاهلي بيقدر يخلقها في الملعب بتحركات اللاعبين وبخطط فايلر تبقى مساحات كبيره قوي، فيها اختراقات كبيره لدفاع المنافس. امبارح كان ممكن تترجم لثلاث اربع اهداف في اخر ثلث ساعه. فالحاجات دي بتحسم في الادوار الاقصائيه، يعني ممكن في مباراه اي الوداد لو استغلينا ده بتسديدات متقنه ممكن تنهي المباراه حتى هناك في المغرب. يا استاذ محمد انت خسرت 2017 بعد ما تعادلت هنا 1-1. تعادلت هنا 1-1 بعد ما ضيعت كام فرصه. انت تعرف انه الاهلي في اول نص ساعه في مباراه الوداد هنا مضيع من اكتر 5 اهداف محققه، 5 اهداف ومع هجمه وحيده من الكره اللي عملها ونجم لبن شرقي واللي قدر يعني ضحك فيها على دفاع الاهلي وجابها بدماغه. خلاص انت كان ممكن تحسب الماتش هنا وتروح الرجاء تروح الوداد وانت فايز 3-1 4-1 ده غير الاهداف. لا يعني ايه انت هنا ما انجزتش، يعني هو حسم تأهله من برج العرب في 2017، يبقى انت سعادتك تحسم تأهلك للمباراة النهائية من مركب مولاي محمد الخامس. الاهلي مش اهلي، لا الاهلي كبير جدا ولعبت الاهلي لازم يعرفوا كده، لازم تعرف كده انك تحسم التأهل من هناك، انك تقدم مباراة كبيرة، مباراة العمر بالنسبة لك التأهل، هتنتظر ايه تاني؟ تنتظر ايه؟ فعاوز اقول لاي لاعب يتم يعني انتقاده وألما الانتقاد بناء وهادف مش النيل منك، انك انت تتقبل الانتقاد وتشوف انت المفروض تطور نفسك، لانه الجمهور عايزك والمتابع او اللي بيشوفك او المراقب اللي بيشوفك بينتقدك لصالح الفريق، انه لا ينال من عزيمتك، بالعكس انت لازم يبقى ردك في الملعب، يبقى تركيزك في الملعب، عدم الكلام افضل، تتفرج على المباراه مره وتانيه وتشوف الفرص اللي ضيعتها ليه. مش تاخد الموضوع ببساطه عشان ما اكررش اي خطا في اي مباراه، عشان ما اكررش خطا اشوف انا محتاج ايه وازوده. ما هو ده في لعيبه بتزود نفسها، في ناس بتقول ان ده شغل جهاز فني. ما شغل جهاز فني انا مش بتكلم، وشغل اللاعب نفسه، ما هو اللاعب نفسه ممكن يطلب ان انا كذا، ما انت كلاعب محترف عاوز نفسك تزود، عاوز قعدت تتمرن يعني عملت لك كل يوم 200 كوره ولا 100 كوره ثابته عشان تعرف تجيب، او قعدت تشوط، وما ده الكلام ده موجود. انت كلاعب يعني حضرتك بتقول الميزتين دول في الاداء لازم يبقوا موجودين في المباريات اللي جايه ان شاء الله، استغلال اي فرصه والتسديدات المتقنه على المرمى. انت ما انا بقول لك ايه المباريات القادمه، مباراتي الدور قبل النهائي ستحسمهم تفاصيل صغيره. خلاص الفرق الاربعه مكشوفين بالنسبه لبعض وكل واحد عارف التاني، قدرات الفريق اللي يمتلك حلول، الفريق اللي بيعرف يستفيد من انصاف الفرص، ها الفريق اللي بيمتلك دفاع جيد. صحيح دي شروط الفوز باللقب. لم يعد في ما عد هناك وقت ولا صبر لاستحمال اخطاء اخرى، فالعمل والجهد المتواصل والتركيز والهدف الاساسي انك تصل لمباراه نهائيه. خلاص لم يعد هناك شيء يخيفك، خلاص انت تخطيت المراحل وازحت فريق تلو الاخر، عندك مباراة مهمة جدا مع فريق شقيق، مباراة كرة قدم في المستطيل الأخضر. تستطيع ازاي؟ ده بقى شغل مدير فني، شغل لعيبة، شغل ناس داخلة وعارفة إن أنا هرجع بنتيجة كذا. لكن ما تروحش تلعب مباراة وتقول أصله اتغلبت 2-0 ولا 3-0 ولا 2-3-1 وهرجع أعوض في القاهرة. حضرتك عايز نتيجة إيجابية من هناك إيجابية من المغرب إن شاء الله في المباراة الأولى، عايز أقول لك حاجة، بتتمنى الفوز هناك على ملعب المنافس ده يعني عندنا اللعيبة تقدر تعمل كده لو كانوا موافقين، عندك لعيبة تقدر تعمل الكلام ده وعندك رجالة وعندك وحوش في الملعب. لازم هم عارفين كده خلاص، إذا كان رئيس النادي ما بيسيبش الفرقة في كل مكان وجمهور وأعضاء مجلس إدارة وكله بيساند، يعني إيه المطلوب تاني؟ ان شاء الله انك نعمل يعني ده، واحنا خدنا خطوه للامام. حضرتك تعمل حاجه فيه. واحده بس يا زلمه، انك تعمل اللي عليك. التوفيق ده بتاع ربنا، يعني لا انا ولا انت ولا اي حد، ربنا شايف ومطلع انك انت بتجتهد وتخلص في التمرين وفي التركيز وفي المباراه وبتجتهد، المكافاه دي بتاعت ربنا. يعني ايه؟ انت تعمل اللي عليك
وسيب النتيجة دي مش بتاعتك انت، بس انت أدي اللي عليك، قدم افضل ما عندك، قدم افضل ما لديك وسيب النتيجة ان شاء الله نشوف ده. وبعدين المؤشرات طبعا زي ما حضرتك قلت ايجابية ان احنا بنتحسن. حضرتك قارنت بمبارياتنا خارج ملعبنا من بداية دوري رابطة الابطال هذا الموسم وحتى مباراتي سان داونز، وقلت ان مباراتنا في بريتوريا هي افضل مبارياتنا في هذه النسخة من البطولة خارج ملعبنا، لانه تطور الفريق بشكل يعني افضل، وعايزين نعلى بالكيرف كمان في المباراة اللي جاية. انت يا بص تدور، حارس المرمى كان يقظ، الدفاع تجاوز، قدر يتجاوز الاخطاء اللي حصلت، خطأين، السرعه اللي حصلت في بدايه المباراه، كل الكلام ده، كل الحاجات دي محتاجه انك تتشاف تاني، لانك انت هتواجه الوداد عنده وكل شغله على الطرفين يمين وشمال. لو اتفرجت على الماتش امبارح كل شغله على الطرفين يمين وشمال، سرعه جدا، فازاي انت هتوقف بقى؟ فايلر بقى ربنا يوفقه بقى ان شاء الله نكون موفقين، وان شاء الله القادم افضل، ونأدي مباراه كمان يعني بعد الجولات اللي جايه في الدوري المصري، لانه زي ما قال الجهاز الفني ان احنا هنغلق هذا الملف مؤقتا طبعاً. وعندنا ارتباطاتنا المحليه والدوري المصري اللي هنركز عليه في الفتره الجايه، جهازنا ولاعبينا ونجومنا، باذن الله يكون القادم افضل، وتكون كمان العوده للارتباطات الافريقيه ادائنا يكون فيها في افضل حالاته في المباراه القادمه على ملعب المنافس ان شاء الله في السيمي فاينل او قبل النهائي في المغرب امام الوداد المغربي بطل المغرب. ان شاء الله نقدر نتفوق على المنافس من الجوله الاولى وعلى ملعبه وسط جماهيره، مع احترامنا طبعا للطموح المشروع عند جميع المنافسين ولقدرات الفريق اللي هيواجهنا على ارضه وبين جماهيره فريق الوداد المغربي. في النهايه بشكر حضرتك على وجودك معانا، وبنسعد باستضافتك والحوار معاك كل اسبوع يا استاذ محمود. شكرا جزيلا. اتمنى اكون ضيف خفيف عليك ان شاء الله. دايما طبعا بنسعد بيك يا استاذ محمود. بشكر الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.